إثيوبيا تكمل خطوتها المثيرة للجدل. الحكومة الإثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة على النيل الأزرق. الماء تجاوز قمة السد كما يقول وزير الري، والكمية المعبأة تعني الحصول على ما يكفي من المياه لتشغيل توربينين. لم تستغرق أكثر من أسبوعين. وسائل إعلام إثيوبية ذكرت قبل أسبوع أن مليار متر مكعب من المياه خزن في السد. المطلوب بحسب أديس أبابا كان 3 مليارات متر مكعب. الحكومة تعزو الفترة القياسية إلى غزارة الأمطار الموسمية في الهضبة الإثيوبية. أثار سد النهضة بتكلفة 4 مليارات دولار وتعبئته الثانية غضب مصر والسودان. حكومتا البلدين طالما عارضتا الملء الثاني، أضراره عليهما كبيرة هكذا تقولان. والاتفاق الثلاثي المبرم سابقا والملزم يقضي بأن تحصل مصر على حوالي 55 مليار متر مكعب والسودان على 18 مليارا، حصص تمس سلامتها التعبئة وفق القاهرة والخرطوم. أما أديس أبابا فهي مصرة على أن الأمر بلا ضرر. وعلى مدى شهور كانت الوساطات مكثفة لحل يرضي البلدان الثلاثة، لم تصل تلك الوساطات إلى حل، والآن اكتملت الخطوة أو أعلن أنها اكتملت، أي أن أديس أبابا مضت فيها. قد لا تكون الأخيرة، وليس واضحا ما في جعبة مصر والسودان للتعامل مع أي تطور مستقبلي. ومن الرباط ينضم إلينا الموسوي العجلاوي الباحث في مركز أفريقيا والشرق الأوسط للدراسات. سيد العجلاوي أهلا بك، هل قدمت إثيوبيا ما يكفي من المعلومات والوضوح بشأن الملء الثاني للسد؟ لا أعتقد أن إثيوبيا الآن تحاول فرض موقف ما، ولكنها أيضا هي تدخل في إطار الآن أصبحت لعبة إقليمية ودولية. فالحديث عما تقدمه إثيوبيا فيما يخص البحث عن حل ليس فقط مرتبطا بالوضع الداخلي، ونحن نعرف ما يجري في إقليم تيغراي، ونعرف أيضا مساندة تحدثتم عن ذلك منذ قليل لإريتريا للحكومة الفيدرالية الإثيوبية. لا ننسى أيضا الصراع الحدودي بين إثيوبيا والسودان. فبالتالي ماذا يمكن أن تقدم إثيوبيا للحل؟ الذي يلاحظ هو أن إثيوبيا منذ العام 2011، منذ الإعلان عن بناء سد النهضة، وهي تحاول استغلال الوقت، تمديد الوقت إلى أقصى ما يمكن لتفادي مواجهة مع الجارين السودان ومصر. فإذا رجعنا إلى تصريحات مسؤولين إثيوبيين مؤخرا، سنجد أنهم فقط يبشرون بالملء الثاني، ويبشرون أيضا بأن ذلك لن يمس القدرة المائية الاستيعابية سواء بالنسبة للسودان. وهذا ما أكده اليوم أيضا وزير الري الإثيوبي سيد العجلاوي بالنسبة للمراحل المقبلة. التعبئة الثانية على وشك الانتهاء، هناك مراحل أخرى، ما الذي سيجري حينها؟ كيف سيتم التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث؟ هل سيتم ذلك؟ لا أعتقد، لأنه كما قلت منذ قليل أن إثيوبيا تصر على الملء الثاني لسد النهضة، وستأتي أيضا مراحل مقبلة لم يعلن عنها بعد، بمعنى أن إثيوبيا تريد ملء السد طاقته 74 مليار متر مربع من الماء. الأطار ستكون في سد السوداني روسير الموجود على بعد 100 كيلومتر من سد النهضة. إلى حد الآن بعض المسؤولين السودانيين يقولون بأن حقينة سد روسير لم تتأثر، لكن الإشكال ليس في ما يمر من مياه،
تصوري سيدتي في الأيام المقبلة أو السنوات المقبلة أن يقع نوع من الجفاف كما وقع في هضبة إثيوبيا في السبعينات لمدة 7 سنوات. إذاك ستضطر إثيوبيا إلى إقفال سد النهضة. هل يمكن لأحد أن يتصور السودان ومصر بدون نهر النيل؟ بطبيعة الحال ماء النيل الأزرق، أما النيل الأبيض فهو يأتي من البحيرات، ستتغير المنطقة برمتها. فبالتالي أعتقد أن السودان ومصر تأخرتا كثيرا في اللجوء إلى مجلس الأمن، ليس للوساطة، لأن هناك مواد في الباب السادس تتيح لمصر والسودان توظيف مجلس الأمن من أجل الضغط على وبالتالي هل إثيوبيا. أما أقفلت الاتحاد كل الإفريقي فلن الخيارات يفعل شيء أمام لأنه مصر لم يكن والسودان؟ له أثر في نعم، كما ذكرت مصر والسودان تأخرتا في اللجوء لمجلس يصعب الأمن، يس هل من خيارات أخرى الآن؟ لا لا أعتقد التلويح باللجوء إلى السلاح والقوة العسكرية هذا شيء ربما يجب أن يستبعد، لأن المنتصر في أي حرب هو خاسر، وما قد يقع من تدمير ربما لسد النهضة قد يؤثر في مستقبلا على كل العلاقات. لا ننسى أنه منذ 5 أيام فقط أجرت إثيوبيا أو اتفاقا عسكريا مع روسيا، ولا يجب أن ننسى أيضا موقف الروسي داخل مجلس الأمن الأخير. هناك إسرائيل، وإسرائيل تلعب بحروب الماء. انظري ما تفعل في نهر الأردن، في البحيرات، في الضفة الغربية، فهي تستغل كذلك حضورها فيما يخص هضبة والقرن الإفريقي وهضبة إثيوبيا من أجل الضغط أيضا على مصر. فإذا هي حروب إقليمية، هي تموقعات لدول كبرى. روسيا ترسل عبر موقفها الأخير في مجلس الأمن ترسل رسالة أن ما يدور في هضبة في القرن الإفريقي يهمها، لأن هناك دول كثيرة في المحطة وفي القاعدة البحرية في جيبوتي. لا يجب أن ننسى أيضا أن إثيوبيا لها اتصالات كذلك وعلاقات جيدة مع إسرائيل، هناك الحضور التركي. فهذه القوى كلها تلعب دور كبير في صياغة القرار المقبل. القرار المقبل لن يكون حلا عسكريا، يجب أن يكون حلا سياسيا، لكن بضغوط مجلس الأمن وبأوراق أخرى على السودان ومصر أن تتحرك بشكل كبير للبحث عن أوراق قوية، ليس فقط لإعلانات الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي. يجب البحث عن أوراق قوية. أفريقيا يا سيدتي الآن تدخل في إطار إعادة خرائط جيوسياسية في كل المناطق. على مصر والسودان أن تتموقع في تحديد الخريطة المقبلة. هذه هي المهمة الأكبر والأساسية إن أرادت مصر والسودان نعم، ولكن سيد أن تتوقف على العجلاوي الأقل هذا ما أو فعله أن وزير تخضع الخارجية إثيوبيا إلى اتفاق المصري ثلاثي. وحتى الرئيس السيسي أثناء جولته في دول القارة الإفريقية في محاولة لتكثيف الجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل، ولم تصل هذه الجهود وهذه المحاولات إلى نتيجة. وبالتالي ما الأوراق التي تمتلكها مصر والسودان هنا؟ لا نعم، دعينا من الاجتماعات. هذه الأشياء هي للاستهلاك الإعلامي، هي للحضور في الواجهات، لكن يبقى العمل في الكواليس. أوراق كثيرة. أولا أن يكون هناك موقف محدد وتام ومتجانس بين السودان ومصر. إلى حدود سنتين كان هناك اختلافات في تقييم ماذا يمكن من تأثيرات لسد النهضة على جريان المياه النيل الأزرق. يجب أن يكون هناك موقفا موحدا. يجب كذلك أن تكون إشارات قوية على مستوى الحدود مع السودان. يجب أن يكون هناك موقف متحد لكل القوى التي تنتصر للسودان وتنتصر لمصر في الاتحاد الإفريقي في مجلس السلم والأمن. لماذا لا تستدعي مصر والسودان مجلس السلم والأمن داخل الاتحاد الإفريقي؟ والآن له رئيس مفوض جديد نيجيري
الشعبي يمكن أن يلعب دور كبير في هذه القضية. لماذا لا تلعب مصر والسودان أيضا بالورقة الروسية أن تفتح حوار استراتيجي مع روسيا؟ هناك الموقف الروسي في ليبيا، هناك أشياء شكرا كثيرة جزيلا لك. على هناك أوراق متعددة على مهندسي سياسة الخارجية في السودان ومصر أن يبحثا عن هذه الأوراق. شكرا جزيلا لك. من الرباط المساوي العجلاوي الباحث في مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات.